يعتبر قسم التخطيط والمتابعة من الأقسام المهمة في مكتب الأمين العام، يتألف من شعبتين التخطيط والمتابعة. فيما يخص التخطيط، يقوم قسمنا بالإشراف على تنفيذ خطط العمل الخاصة بالدوائر والمديريات والأقسام، ويتم ذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه الدوائر والمديريات، وكذلك من خلال عقد الاجتماعات الدورية لمدراء أقسام وشعب التخطيط فيها، وكذلك الإنجازات النصف فصلية لكي يتم معالجة المعاضل التي قد تحدث خلال هذا الفترة، وكذلك معرفة مراحل الإنجاز لكل خطة. كذلك يقوم قسمنا بتقديم الاستشارات الفنية في هذا الموضوع للسيد الأمين العام المحترم، حيث تم تقديم أكثر من 40 مقترح حصلت موافقة السيد الأمين العام المحترم عليها، وتم ترجمتها إلى عمل في هذه الدوائر والمديريات، مما أدى إلى دافع أكثر في كفاءة الإنتاج. الشعبة الثانية المتابعة، يقوم قسمنا بمتابعة كافة التوجيهات التي تصدر من المراجع، وكذلك من السيد الأمين العام المحترم فيما يخص مقررات مؤتمر مدراء العامين، وكذلك مجلس رئاسة أركان الجيش ومجلس الدفاع، ومتابعة تنفيذها في دوائرنا ومديرياتنا كلا حسب اختصاصه. عقدنا أكثر من ورشة في مركز تدريب وتطوير الوزاري لتطوير كفاءة منتسبي التخطيط في هذه الدوائر، حيث تم عقد 4 ورش تخطيط أساسية، وإحنا الآن بصدد عقد دورات تخصصية كل حسب تخصصه بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير الوزاري. كذلك قمنا من ضمن الأعمال المهمة التي قام بها قسمنا هو التنسيق مع مديرية العامة للأفراد من خلال ومديرية تنظيم المعلومات لفتح رابط إلكتروني يخص تصحيح القيود لمنتسبي الجيش كافة، وتم إنجاز هذا الرابط، وحاليا تم استلام أكثر من 6100 طلب للفترة من 20/6 لغاية 30/10. بعد استحصال موافقة السيد الأمين العام المحترم، تم التنسيق مع مركز التدريب والتطوير الوزاري، وتم فتح 4 ورش خاصة بالتخطيط الأساسية بواقع 48 مشترك. بعد إكمال هذا الملف، تم التنسيق أيضا مع المركز لغرض فتح دورتين خاصة بالتخطيط الإداري للسنة التدريبية لعام 2024. جاري التنسيق أيضا مع المركز وبعثة الناتو العاملة في وزارتنا لعمل برنامج تدريبي متكامل خاص بالتخطيط.